الله يوسع عليك يا شيخ. الله يبارك فيك. زارع بنجر. ان شاء الله. طب البنجر ده ليه سوق عندنا؟ سوق السلام النبي والله. ماشي عن سوق. يعني بدأت الناس تحس بقيمته وفايدته. ايوه. لان احنا الدكاترة توصف لك الناس برضه عند الانيميا، ضعف دم، مش عارف ايه. تاخذها تعمل في العسير وفي السلطات وفي الحكاوي زي دي. لان يا اخي زمان يعني احنا، انا فاكر ان احنا كنا نجيبوه ده بس عشان مخلل اللفت والحاجات دي، المخللات. لا دكاته نوع غير ده. يعمل لون في ال، لا دكه نوع غير ده. غير ده؟ غير ده. طب ايه الفرق بين دكه وده؟ ده سبحان الله تعالى يا اخي، اقول لك زين مقوي عام للدم وزي الانيميا والكلام زي ده، عند دكاتره يوصف الناس عليه. يعني في ناس يجيك مخصوص يقول لك الدكتور قال لك كذا كذا. فهي ميزته غير دكاته. طب ده الزرع من امتى ده عليك ده ابو كرم؟ يعني 3-4 سنين كده حاليا عندنا الزرع. بدأت الناس تزرع يعني. وقالونا بس على النبوة. ما هو ده، لكن يلونوا به اللفت وال، ممكن يضيفوه. ينفع برضه في لون اللفت والكلام ده. بس الاغلبية ياخذوه كعلاج يعني. يستخدموه في السلطات وكده. في السلطات والعسير والحكاوي. طب التقاوي بتاعته تكون ايه التقاوي بقى ده؟ من بتاع التقاوي زي حماده في الجامعة ده، نجيبوه برضه بالكيلو يعني. تذاكر يعني ولا ايه؟ لا عادي، تاخذ ربع كيلو نص كيلو زي ما انت عاوز. طب ويعني اترميه في شهر كم زرعته طيب يا اخي؟ ده انا ارميه في شهر 2 ده. شهر 2؟ طب هو وقت الحصاد بتاع الوقت ده ولا لسه ولا؟ لا هو اخذ الشيء عشته كله يعني. 10 اترم في 10 و11 و12. يعني اللي تطيب تقلعها. الطيب زي كده تقلعها. تاخذ ربع زي كده توديها الشاطئ. ربط. 3 وحدات 4 وحدات وديها الشادر. يعني هيروح الشادر والشادر هو اللي هيسوق. هو يسوق الشادر، تاخذ السراح يعني اخذوه. جميل والله. جميل. جميل. طيب قلت انت في شهر 2. ده رميته اخر انا في البامي يعني، رميه اقول لك في شهر 2 في شهر 2 15 واحد زي كده. 15. طب دلوقتي احنا في 7 يعني، لي شهرين ده. لي شهرين. انما في الجمع مش هتجمع مرة واحدة يعني. لا مش هتجمع مرة واحدة، بس اللي تجهز زي كده. اللي تجهز. زي ما شايف هرموس في بامية برضه. في بامية. يا راجل. يعني انت اصل الزرعة بامية. طب مش ياخ غزير على البامية ده؟ لا ما حشال المية دي، حشالهم. المية دي وخلاص. حشال كده. يعني خلاص انت حتتقلع ان شاء الله. تمام. وتبدا بقى يعني انت. طب انت عملت ليه مع البامي يا اخي؟ يعني ليه عملت مع البامي؟ عشان تعدي فتره السقع ولا ايه؟ لا اصلا انا كنت رميها بنجر وزبانخ يعني. راحت لواحد شر عليها قال لي انا جبتك فيها حبات بامي وشقتها، قلت فكرتها بعد ما رميت بميه يعني. ورميتها ونجحت بس على النبي، بس نظفتها نقرتها باميه. ناجحه لان ده خلاص كده هتقلع على كده. هتوزق الارض هتبقى باميه بس يعني. تبقى باميه بس. فيش الله. يا ما شاء الله يعني الباميه يعني حجمها كويس الحمد لله. يعني دي ما اثرش عليها في اي حاجه. دي الباميه. بس الشقه الثانيه اللي اخذت البالك. ورامي الشقه البنجر في الشقه الثانيه. البنجر في الشقه الثانيه. فزاد مزاحم الباميه. مش مزاحم الباميه. يا دلوقتي حنشيل ده انا وحنعزل البامي، حتحس البامي انه فيهاش ولا حاجه كان. الميزان. الارض حتبقى يعني فاضيه. الارض فاضيه، طبعا زارع باميه بس. باميه بس. بس انت طبعا كسبت وقت في ان انت طبعا ما تسيبش الارض. بور اخذت لك زرعه مثلا. يعني في وقت السقعه. انا رميت البتاع ده البنجر. وفي نفس الوقت تجيب مصاريفك، انت تجيب لك اسمل، تجيب لك. كلام جميل والله. يجيب لك نفر، يجيب لك حاجه. انما الارض اصلا مزروعه باميه. ايوه مزروعه باميه بس. بعد البنجر رميت انا. طب وتمشي يا اخي البنجر يمشي مع الباميه يعني في الري والكلام ده؟ طب انت. يمشي عادي يا ري. لسه انا حنعطشها، حنعطشها الباميه، كنا خلص ده. يعمل لهاش حاجه. يعني خلاص البنجر مش حشرب تاني. لا كده هتدلع، حتعطش بيك، حتعطشها انت بيك، هتاخذها بتاع شهر يعني 40 يوم. ودلع يطلع حتتفاد بيه انت زي ده. كلام جميل والله. الله يديك العافيه ابو كرم. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يوسع عليك يا شيخ. الله يخليك.
يعني هيقوي المناعة البنجر ده؟ اه وحلو برضه في نفس الوقت. اه تسلية. يعني مش هتاكل عشان يمدك بالطاقة وكده وانت وهتعزق وكده؟ اه زي كده يسند الجسم. ها؟ يسند في الجسم. اه احنا لو قعدنا على ده احنا ده زي الزبانة. آه. كتف الحديد ده أقوى من الصبانخ. أقوى من الصبانخ، يعني في نسبة حديد أعلى من الصبانخ؟ لما الدم كله في بعض. ويقوي الدم. طب أنت يعني أول مرة تاكله وتعرف يعني إن هو كده طعمه جميل وكده، يعني كان بالصدفة ولا حد شفت حتى ياكله ولا إيه؟ والله بالصدفة مع نفسي، لقيته قاعد في الأرض وكنت لفيته وكلت. مش رمضان مش هنعمل عصير بنجر فيه. آه. يعني ممكن اتعمل عصير في البيت؟ يتعمل عصير يتضرب مع برتقال، يتضرب مع اي حاجة. اه. عصير ما في زي. وهتعمل مع الجوافة. الله يديك العافية يا مروان. اه وحسن. الله يديك العافية والله. ايه حكايتك مع البنجر يا عمي؟ ايه حكايتك مع البنجر؟ لا لا البنجر هرميين البنجر في زراعة البامية. اه. جبنا لنا تذكرة والله احنا يعني غالي هو مش رخيص. اه. ولكن في قيمات غذائيه عاليه وفي سعرات عاليه في ال وانا تتعمل في العصير وانا اكله في السلطه. يعني في واحد لما رحنا كنا نجيب الشتل من المشتل، راجل موزع يعني هيقول له ابويا ما فيش طبق سلطه، يعني هيقول له يعني انت عندكم مثلا في الصعيد نسبه الاقبال عليه ممكن تكون ضعيفه، قال له ولكن في بحري قال له ما فيش طبق سلطه اخلى من البنجر. فجربناه في السلطه ممتاز جدا في السلطه وفي الاكل تاكل على كده، ممكن احنا على كده يكون يتاكل وبرضه في العصير ممتاز جدا وطعمه مسكر ما استهلكش السكر كثير في العصير. يعني انت لو ضفت الجوافه ويعني او عملته مع موز يعني وفي سعرات حراريه عاليه وقيمته كويسه جدا. يعني احنا حبينا نجرب يعني الكلام ده اللي انت شايفه، يعني احنا تجربه احنا مش للبيع الكلام ده، يعني مثلا الراجل شريكنا في الزرعه ياخذ له شويه، الناس اللي هي شغاله معانا كل واحد ياخذ له شويه زي ما حصل في زرعة الكروم برضه نفس هي الزرعة. بس ولكن يعني احنا بصراحة يعني كنا نشتروا من الشادر نجيبه من الشادر تمام؟ اه الناس كان البنجر بالنسبة لها في الصعيد عامة الراجل كان يبيعه مثلا بالشريحة هو الراجل التاجر ده. اه تجيبه تحطه في اللفت عشان يدي اللفت لون يخلي الأحمر. بس هذه هو كل الاستخدام اللي كان عندنا. كان كل الاستخدام بتاعه. آه. ولكن دلوقتي تغيروا والزراعات كثرت بتاعته هنا في الصعيد والاستخدامات برضه زادت بتاعته، في ناس كثير تحطه في السلطه وفي ناس كثير تعمل عصير. يعني مش ما بقيتش كل حاجه انه هو يضاف للمخلل بس. لكن هو كلون هيدي لون، يعني انت بص انا بصيت في ايدك انت اكلت هذا البنجر لو حطيت ايدك قدام الكاميرا بص بص لونها. يعني ده لونه طاغي اصلا، يعني لو حط في جردل في 10 كيلو لو حطيت نص الحته اللي انت اكلتها دي تخليه زي الدم. اه اللون بتاعه خطير يعني عالي خالص.